السلام عليكم متتابعي قناة أنا ستيف موفي. أنا اليوم الناخب الوطني وليد الركراكي عن لائحة المنتخب المغربي التي تضم 28 لاعب استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا، واللقاء الودي الثاني أمام منتخب بوركينا فاسو. إليكم أسماء اللاعبين وأنديتهم. في حراسة المرمى ياسين بونو الهلال السعودي، منير المحمدي الوحدة السعودي، مهدي بن عبيد الجيش الملكي، يوسف مطيع الوداد الرياضي. في الدفاع أشرف حكيمي باريس سان جيرمان، نيف أجرد ويست هام، نصير مزراوي باير، يحيى عطية الله الوداد الرياضي، جواد اليامق الوحد السعودي، عبد الكبير عبقار ألافيس، غانم سيس السد القطري، يونس عبد الحميد ريمس. في وسط الميدان أمير ريشاردسون لوهافر، عز الدين أوناحي مارسيليا، سفيان أمرابط فيورنتينا، بوشوارين سانتيتيان، سليم أملاح فالنسيا، بلال الخنوس جينيك، أمين حارث مارسيليا. في الهجوم إسماعيل سيباري بي إس في، إبراهيم صلاح رين، عبد الصمد الزلزولي بارسا، زكريا أبو خلال تولوز، أيوب الكعبي أولمبياكوس، يوسف نصيري إشبيليا، وليد شتيرا فيروسينو، أمين عدلي بايرن ليفركوزن، عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة. ويبقى أبرز الغائبين عن هذه اللائحة اللاعب حكيم زياش المنتقل حديثا إلى فريق غلاطاساراي. ولا تنسى تفعيل الجرس والاشتراك في هذه القناة كي يصلك كل جديد.